بقول لك ايه، انا المنتج وانا اللي بدفع الفلوس، هو في كام واحده بره؟ في بتاع 3 حاجات. طب شوف لي كام بره، يلا من خمسه. حاضر يا معلم. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بدرس السي في يا استاذ. سي في ايه يا استاذ؟ هتقول لي سي في؟ دخلهم كلهم يلا. دخل ايه بس؟ احنا محتاجين كام بنت في الفيلم ده؟ محتاجين 3 بنات. 3 بنات ايه يا استاذ؟ اكتر في البنات وقلل في الولاد. ازاي يا استاذ ما ينفعش؟ يعني ايه ما ينفعش؟ لا ينفع، واحده داخله مع خطيبها، خليها داخله مع صاحبتها، ويبقى زوجنا البنات. الله يا ريس، وبدل ما تقعد مع خطيبها في الكافيه تشكيله، تقعد مع صاحبتها على السرير وتربع رجلهم، وخد مني احلى شغل بقى. هو ده الكلام؟ ازاي يا استاذ ما ينفعش؟ انت وهو لا ينفع. يا ريس ما تقلقش، مفيش اي حاجه في السيناريو هتتغير، وكل حاجه هتتقال. بس كده مش ده اللي يريحك؟ خلاص يلا. المهم في كام ورك بره؟ انت مش عايز تنسى انك بتفرخ ابدا؟ بقول لك ايه، اقعد بقى ساكت بدل ما انت في ريشك. بقول لك يا ريس، طياره هو ده اللي هيحصل. وعندما دخلت إلى حجرتي ورأت، ثم نظرت إلى عيني وقالت له: أحبك، أحبك يا مولاي. وهنا نظر إليها وقال لها: بس بقى صدعتيني، في إيه؟ مالك يا ماما؟ واخدة الموضوع بجد ليه كده؟ معروف يعني مين اللي هيتقبل؟ على فكره بقى، استاذ حسن ده مخرج شاطر جدا، انا شفت له افلام قصيره كتير قوي وكانت حلوه، وكمان حضرت له مسرحيات. ده كان زمان يا حبيبتي، قبل ما يشتغل مع عادل المصري. انت عارفه عادل المصري ده شغال ايه؟ لا مش عارفه. فرارجي، وربنا كرمه كده بقرشين، قال لما اخش الفن وانتج لي كام فيلم، وكلها ماشيه بالامكانيات يا روحي مش بالفن. على فكره بقى، انا واثقه في نفسي واثقه في موهبتي، وكمان واثقه في استاذ حسن. بس بقى صدعتيني، اعملي اللي انت عاوزه تعمليه. بروفايل مين لو سمحت؟ فال شمال، وشك للكاميرا، ابتسامه خفيفه. تمام يا ريس. اسمك وسنك؟ محمد اشرف، 20 سنه. طيب مثلت حاجه قبل كده؟ اشتغلت في مصر. طيب ممكن تورينا مشهد؟ ورينا مشهد، انا مش حافظ. لا مش حافظ مشهد. اسمك وسنك؟ فارس احمد، 19 سنه. طيب مثلت حاجه قبل كده؟ مصر. طيب ممكن تقول لنا مشهد؟ مشهد؟ مش حافظ. طب غني يا سيدي. اسمك؟ حسين. حسن. حسن؟ كم سنة؟ 19. 19. طيب مثلت قبل كده؟ لا. يا باشا سيبني اخد فرصتي يا باشا، هو ده فرصتي. مرة. اسمك حسين؟ حضرت مصطفى، 22 سنة. 22 سنة. مثلت ايه قبل كده؟ انا اشتغلت مسرح بقالي 4 سنين، وبعمل افلام قصيره وسكتشات على اليوتيوب. بقول لك ايه؟ شكلها وحش. ماشيها ماشيها. مش لما نشوفها الاول؟ انت بص الجواب باين من عنوانه، هتقول لي اشوف ايه؟ طب ثواني نديها فرصه، نديها فرصه. اديها. طب ممكن تدينا كده مشهد كده بسيط كده؟ مش انا محضره مشهد لغه عربي. اتفضل. فعندما دخلت الى حجرته ورأت، نظرت له وقالت: أحبك، أحبك يا مولاي. ثم نظر إليها مرة أخرى وقال لها: وأنا أيضا أحبك. كويس. إيه منها؟ يجي إيه؟ كويس إيه وتعيد؟ أنا مش شايف قدامي غير كمان تخوف تاني. وقف التصوير يا حبيبي. ثواني واحدة واحدة. طب إديها فرصة كمان. إديها فرصة تانية. تاني؟ معلش، ممكن إدينا مشهد تاني؟ شكرا. هايل هايل، كويس جدا. هايل ايه يا اخويا؟ هايل ايه؟ في ايه؟ انا بقول لك يا استاذه، اتوكل على الله يا دي ما تنفعيش. معلش. ازاي يا استاذ؟ دي كلها احساس وكلها دي هايله بجد. يا استاذ يعني هشتغل؟ اشتغل ايه؟ انا المنتج، انا اللي بكرر وانا اللي اقول. احساس مين يا عم الحاج؟ ما بقاش اي مقومات خالص تدفع للسينما. في ايه؟ مقومات ايه يا استاذ؟ وامكانيات ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ يجي في مفيش امكانيات يا ابني. يا ريس امكانيات، فتح مخك معانا يا ابني. اسكت. امكانيات ايه؟ ماشي يا استاذ، نشوفك بعدين. ايه بس معاك بدل القصه؟ هو ده مطلوب. يلا عينك على الدنيا بره عنك. يلا يا زميلي. اول ورقه فاهم. اتفضلي خش خش. يلا هنا هنا. شايف الشباب؟ شايف
والشباب بقى بص اهو بيبصوا اهو الشباب ابتدت تندع يا ريس على الله بس تكون بتعرف تمثل مش زي اللي فات اشتغل يا استاذ اشتغل جاهزه يا استاذه اسمك وسنك اسمي رجوى محمد سن 30 سنه مثلتي فين قبل كده مثلت في فيلم سلمي وثلاث كليبات وخمس اعلانات طب كويس جدا ودورك كان ايه في الفيلم دوري كنت طالعه ورا البطله كانت البطله في مطار طلع فيه بالشنطه ورايحه ليه وراها ايه الاوفر ده ايه الاوفر ده يا عم ايه ده شويه ما تسيبها تكمل تكمل ايه بتعرفي تمثلي ولا ما بتعرفيش تمثلي اه بعرف امثل طيب ورينا حاجه الله الله ايه ايه القرف ده زي الزبده يا استاذ انت بتسحب على خيمه ايه انت كمان حلو ريس حلو جميل حلو ايه حلو ايه ايه اللي ايه مش بشوف؟ انت مش بتشوف بص المنظر بص عامل ازاي؟ بص المنظر بص عامل ازاي؟ ما بتعرفش تمثل ما بتعرفش تمثل طب سيبك انت سيبك انت بالتمثيل بتعرف ترقص ترقص ايه يا استاذ؟ ترقص احنا عايزين ممثله مش عايزين رقاصه بعد اذنك اتفضلي امشي هز هز وامشي هز ايه بره خليك هز الريس هز ايه اقصد بعد اذنك يا بابا انا المتج تعالى بعد اذنك بقول لك ايه انا ادي له رقمك ها ويا انا هتصرف هو ده ايوه كده هو ده الكلام حلو يا سمير هو ايه هو ايه هو ايه راح يتعمل حاجه ولا شفناها يا ريس ايه بطاريه في البيت في دي قهوه يا شيخ بيتك ما كانتش شغاله الصبح كويس انا اسف عبال بقى ما يشوف خلص البطاريه كده وبتعرفي تمثلي يا عم ايه ده انت بس تمثلي بقول لك ايه استنى انا هتكلم انا منتج انا منتج بتعرفي ترقصي وتتلولبي كده؟ ده نفسيلك على الحيط حلو قوي ايوه كده حلو بصي انا همضي معاكي عقد 15 سنه احتكار ها احتكار وايه ده؟ اسمع عايز اهدى شويه اهدى شويه هفهمك بعدين يا استاذ نعم انا مسخت العقد معاك يا استاذ بعد اذنك ويلا يلا يا اخويا الله يخرب بيوتك يا اسطى انا ماشي الله اوعى بقى صور انت يلا ايوه كده بيب بيب اشوف بقى الجبال وهو بيتحرك كلنا عايزين نشوف